حاجة اللي احنا عايشين فيه من ساعة ما قبلت مش هنسمي حاجة من ساعة ما قبلت 2011 المجتمع بتاعنا بيعيش حالة من الاكتئاب وإدخال روح التفاؤل والأمل والثقة في النفس الأول وبعدين في البلد دي أهم حاجة احنا محتاجينها النهاردة بشكر سيادتك جدا عليها. السؤال بتاعي الوحيد احنا نعمل السوبر لونج تاني ولا لا؟ وامتى؟ سوبر لونج كلوز طبعا خلي بالك اللي انت بتتكلم عليه ده دي حق اصيل للشركات. ايوه فبالتالي انا كرجاليه بقول يعملوه في اي وقت انا بالتاكيد موافق عليه. يعني مفيش مانع؟ لا مفيش اي مانع. لم يكن شرطي. اتفضل. انا هختم والله في الاخر هي واحد بس اتفكر زملائي وزميلاتي المصري القديم قال حكمه جميله قوي اختار كلماتك قبل ان تتحدث فان الكلمات مثل ثمار الفاكهه تحتاج لوقت لتنضج. تمام كده؟ حلو قوي. الحاجه الثانيه الجميله قوي المصري القديم دوله قديمه الا تنظر خلفك كثيرا حتى لا تتعثر في قدميك انظر الى الامام حتى تنطلق. تمام انا لايق شكرا. فحضرتك قلت الرقي انا فخور بيك ربنا يخليك يا فندم. الرقي اللي حضرتك بتقوله احنا بديناه الليله يعني التجمع الجميل ده انا مش استاذ كتير من فتره هذا هو الرقي. الرقي الثاني بقى ان احنا نجتمع على قدر رجل واحد او يعني بس ده دورك انت بقى. نعم دورك انت. دورك انت بقى. وبعد ما تتكلموا كلكم مع بعض تشرفوني وانا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. ربنا يخليك. حاضر. انا عايز افكر زمايلي احنا في الثمانينات انا اشتغلت في الثمانينات لا انتوا كلكم لا لا سبع التسعينات وغيره احنا كنا بناخد 7 جنيه في اليوم. دلوقتي سنه بس ايه؟ لا ما غيرت 700 دلوقتي. أنا عايز أقول حاجة، الأستاذ وليد والأستاذ أكرم ذكروا اسمي وإيهاب وشيرين شلة كده، هو حقيقي فعلا بنشتغل بالمبلغ اللي الأستاذ الروتين مضى عليه، بس في حاجة مهمة أرجو إنكم تعرفوها. التوصيف بتاعنا بره ما اسمهاش جايد، اسمها بروجرام دايركتور أند تور جايد. فأرجو سيادة الوزير وأكرم وإيد حبايبي لما يبقى في تريننج إحنا كلنا قاعدين ندرب زمايلنا وأولادنا وبناتنا على إن هو يكون مرشد ناجح وطول ليدر ناجح عشان لما يجي مره يقول له اديني 50 دولار او 100 سياده الوزير انا عايز حضرتك تاخد حاجه مهمه قوي هات لهم سعادتك مع اكرم وليد الكومنتس بتاعت الكلاينتس على الجايد فوق ال 97 احسن مرشد في العالم ونحط الكومنتات البوزيتيف والنيجاتيف في التريننج. بص بقى انت قدامي هو دلوقتي مسؤول يا هلا